وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد سعادة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد علي الخزاعي عضو الوفد المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية، أكد أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على دعم البرلمانات الآسيوية وبخاصة البرلمان الفلسطيني. خلال اجتماعنا هذه المرة من خلال اجتماع المجلس التنفيذي تم النظر في عدد من المشاريع القرارات التي تقدمت بها اللجان الدائمة البرلمانية الآسيوية، وهذه الاجتماع هذا اليوم خلال استعراضنا لقرارات لجنة الشؤون السياسية كان للوفد مداخلة أكد فيها على دعمه لمشروع القرار الخاص بدعم البرلمانات الآسيوية وخصوصا البرلمان الشعب الفلسطيني. فموقف مملكة البحرين ثابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ويؤكد حقه في أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كذلك تم في اجتماع المجلس التنفيذي النظر في ترشيحات الدول لرئاسة اللجان ومنصب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية ونوابه خلال الأعوام المقبلة.